أسألك سؤال يا محمد صالح. الأخ قال أنه أنت سني ولا تزوجت شيعي أمه. يا ياسين؟ أنا سني، بتصلي؟ الحمد لله، صلي 5 مرات في اليوم، كله تمام، الله يعينك يا رب. يعيشك. هو قال أنه تزوج وفي عمر أمه 10 سنوات، يعني لا ضرار ولا مضرار. وانت قلت له كان اغتصاب، وقلت له هذا الشيء غير طبيعي. بأي معيار انت قست انه هذا يعني شيء ما غير هي طبيعي؟ طفلة، لساتها طفلة، عقلها ما اكتملت. ومن أي معيار، أي معيار انت قست؟ عقلها ما اكتملت، بقول لك طفلة. وإذا كان شيء أقول لك شيء وانت جاوبني. احنا عندنا أطفال نأخذها من المدرسة غصبا عنهم في سن 6 سنين، هل تزيد هذا أوبريشن؟ يعني احنا عشان نعذبها، يتعلموا، مش غصبا عنهم ولكن عشان يتعلموا. ولكن ما هو اختيارها؟ الطفلة تعلم لا تغتصب. أنا الطفلة إذا رأيت، بتوديها للمدرسة عشان تتعلم حقوقها وواجباتها في الحياة، ما تعطيها لعند رجال يحط قضيبه في مهبلها. لا كيف لا أنت أنت جعلت التعليم مثل النيك يعني؟ يعني أن إحنا نتكلم، لحظة يا إحنا ياسين، نتكلم، أنت كيف تفضل. جعلت التعليم مثل النيك؟ لا، هذا زواج، هذا ما هو نيك. لكن شو النيك هو؟ النيك هو يعني الزواج، أنك، لا والنيك هو زواج، أنك تحط قضيبة في مهبل طفلة. لا هذا ربما عندكم، لكن عندنا الزواج هو بناء عائلة. طفلة ايش اللي راح تعمل فيها عائلة؟ إذا كان المعايير في وقت معين تقول عادي أنك تتزوج، والقوانين والمعايير تقول في عادي أنك شريحتك تتزوج. هذه المعايير تغيرت ولا بقت مثل ما كانت؟ المعايير، الحياة تغيرت الآن، أصبحت فيه الشريعة دراسة. عندك، الشريعة تغير فيها الحكم ولا لساته مثل ما هو؟ الشريعة تعتمد على قانون البلاد، إذا كان القانون يجرم الفعل هذاك أنت لا تستطيع أن أعطني تفعله. دليل من الكتاب والسنة. أنك تطيع الحكام. لا، كيف لا قال تطيع فإن الوالي؟ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كونكم جبناء ما تقدرون لا، تطيعون حكامكم طاعة الآن. الوالي. لحظة يا ياسين، كونكم تفضل. جبناء كل واحد منكم بيحط ذيله بين رجوله قدام حكامكم، هذا ما يعني أن هذا الفعل اللي بتعمله. كيف يعني أنه زواج، أن سألك سؤال يا محمد صالح، شو رأيك في الزواج عامة؟ هذا راجع لاثنين بالغين راشدين يعني عندهم إمكانيات يوافقوا على هذا الكلام، هذا ماليش فيه رأي. هذا كل واحد حسب مزاجه. ولكن يعني أنت قل لي، أنت شو رأيك بأن شريعتك لا زالت تجيز أن الإنسان ينكح طفلة عمرها 9 سنين؟ إذا كان فيه لا ضرر ومضرار وفيه أمورات، أجاوبك مثلا، أناس عايشين في البدو، البلوغ كان في عمر قصير جدا، ما في دراسة، حياة غير آمنة، ما في كهرباء، ما في شرطة، ما في حماية، البنت تحتاج حماية. إذا كان أبوها يزوجها في عمر صغير من أجل الحماية، ليش إحنا عائشة كانت ننتقد؟ بحاجة إلى حماية. لا أعلم، أنا عشت مع عائشة، أنا لم أعلم، ولكن ليش ما المعايير في قرأت ذلك الحديث؟ الوقت. اسمعني، حتى جاوبني، ولو ما كانت قرأت تلعب في الحديث؟ الأوضة، قرأت الحديث، لكن ليش زوج أبوها للنبي محمد؟ ولكن المشكل يا محمد صالح، ليش المشكل مع عائشة؟ المشكل هو أنه في ذلك الوقت كل الفتيات كانت تتزوج في هذاك العمر. أعطني امرأة واحدة من جيل عائشة تزوج في عمر 9 سنين. يعني من كل الكتب المقدسة، امرأة واحدة في الجزيرة العربية كلها تزوجت بهذا العمر. قبلها مريم العذراء انجبت مال. أعطني امرأة واحدة في كل الجزيرة العربية بحديث واحد يعتبر صحيح عندك بأنها تزوجت في عمر 9 سنين. لا يوجد حديث، لأنه لأن لم يكن. النبي كان مختصر طفلة، هذه وليش الحقيقة. صراحة، وليش كفار قريش لم ينتقدوها على هذا الفعل؟ ما لو كان وصل لنا كلام كفار قريش كنا نعرف شو قال. لا وصلنا، لا قالوا ما عليه وصلنا، جاهل، وصلنا قالوا عليه. فقط وصلنا فقط فقط مقتطفات مما أنت سربته. صح، لم يصلنا كل هذه الأشعار التي قيلت في النبي محمد، لم يصل لنا في منه شيء. نجاوبك يا أشعار محمد سعد بن صالح. الأشرف ما وصل منا صح، وما وصل لنا منه شيء.
صح راح نجاوبك وبكل رياحية وبكل مصداقية. فلنفرض نضع النظرية العكسية ونفترض أن محمد عليه الصلاة والسلام إنسان بيدوفيلي. محمد عليه الصلاة، هل تظن أنه كان باستطاعته فعل البيدوفيليا بدون رسالة إسلامية؟ هو كان من سادة قريش، أعمامه كانوا سادة قريش. لم يكن من سادة قريش، كان صعلوك في قريش. لا، أعمامه كانوا سادة قريش، عايش على 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 فلوس زوجته، صعلوك. خلاص. كان يشتغل خادم عند خديجة، لأن ما خديجة شافته راحت تزوجته غصبا عنه. لا، كان صعلوك. ليش صعلوك؟ لا. لا, 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 لا لا لو ما كان صعلوك ما كان راح يتزوج وحدة أكبر منه بخمستاشر سنة. لا، هو كان من سادة قريش وخديجة كانت من سادة قريش. لا لا، خديجة كانت من السيدات ومن الـ ومن الـ 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 النساء المحترمة، ولكن النبي محمد لم يكن من السادة. نجاوبك بالأحاديث، حياته ما كان يشارك القوم في أي حاجة، ما كان له قيمة. عمه كان من السادة، أبو طالب وأبو لهب كانوا من سادة قريش، ولكن النبي محمد نفسه كان صعلوك. حمزة مثله صعلوك، العباس صعلوك، كلهم هذول الناس كانوا صعلوك. لنفرض أنه كان صعلوك، لما تزوج خديجة أصبح سيد أو لا بأموالها لما توفى؟ لم يصبح سيد، كان لديه كل أموال خديجة لما توفى. حتى لو لديه، من قالت أنه خديجة أعطته الأموال؟ خديجة كانت تعطيه. لأنه الأحاديث أثبتت أنه كان ينفق كل شيء في سبيل الله، في سبيل الرسالة. لا يكون ينفق إلا ما تعطيه إياه خديجة. لا، نتكلم بعد وفاتها. بعد وفاتها. وتعرف الحديث، محمد هاجر إلى إيه؟ إلى إلى مكة. إيه. وتعرف الحديث يا محمد، تعرف الحديث يا محمد صالح، لما جاءوا سادة قريش وقالوا له: يا محمد، لو أردت ملكا لملكناك، لو أردت غنى لأغنيناك. لا، كاين حديث. كذب. انا نجيب لك الحديث. اجيب لك الحديث. لا، كاين حديث. والله كاين الحديث. شو اكتب فقط يا محمد، لو لا يوجد الحديث، انا مش حافظ الرقم ولكن البارح اقرا فيه. لو كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لا اكتب فقط يا محمد لو اردت ملكا لملكنا، كل واحد يكتب في جوجل راح يطلع لك الحديث. ولو أردت غنى، ثم قال مقولة الشهيرة لكل المسلمين يعرفوها: لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك الأمر هذا ما تركته. مثل ما هذا الأمر، يعني محمد في تلك اللحظة لو كان مغتصب مثل ما تقول لفضل أن يصبح من مغتصب. لا، لأنه هو اللي حصل أعلى من اللي أعطوه. في, في, في تلك اللحظة لو كان بإمكان كلها قالوا نعطيك أموال، نعطيك كل شيء، أنت ترك الرسالة. أموال. إذا كنت تريد المال نعطيك مال، تريد النسوان نعطيك نسوان، تريد حكم نعطيك كل شيء. ولكن النبي محمد رفض كل ثلاثة بالنبوة. لا، هو رفض كلش وركز على النبوة. لا، مش نبوة، هو كان خاطر بنفسه. هو ما كان نبي. اسمع لي، نتكلم عقلي. هو ما أنا كان نبي يا عمي، كان واحد كذاب، كيف نبي؟ معلش. والدليل على ذلك أنه جعل لنفسه كل الميزات وجعل الناس كلهم تحت قندرته. أنا لو كنت إنسان مغتصب وجيوني رسالة قريش ويقول لي اختار بين الملك واغتصاب الفتيات الصغيرات واختار بين الرسالة أو نحاربك من أجل الرسالة، منطقيا هنقول أعطوني الملك، أعطوني الأموال، أعطوني. ولكن النبي محمد هلا. النبي محمد كان يرسم لي أبعد من ذلك. لحظة يا ياسين، تفضل. لا ياسين، خلي الواحد يتكلم. النبي محمد تفضل. كان يرسم لي أكثر من ذلك. كيف كان يرسم لي أكثر من ذلك؟ لأنه حصل المال وحصل النسوان وحصل الحكم، بل أفضل من الحكم، حصل على مقام النبوة بخداع الناس بطريقته. فليش هو يروح ينقاد لقريش؟ ولذلك كان يقول لكم: أطيعوني في هذا الأمر وأكل بكم العرب والعجم، لأنه كان طموحه هو ما كان شوية نسوان وشوية أموال، طموحه هو كان يحكم لهذه المنطقة كلها. ولكن كان طموحه هو الزواج، هو عدم ممارسة الفاحشة وطاعة الوالدين. طموحه افهم الكلام، طموحه انه يصير حاكم عظيم، وما يدخل في ضمن الحاكم المال والنساء. كيف لو كان يريد المال لطلب المال، لو كان يريد النساء لطلب النساء. ما هو انا ليش بدي مال؟ انا ليش اكون بدي مال واكون تابع لمجموعة ناس؟ الموضوع ببساطة شديدة، أنا أكون الكل في الكل، لأن أنت حتى لو حاكم ممكن يعارضك شخص، ولكن أنت لو نبي ما لحظة اسمع الكلام يا سيدي. تفضل. أنت لو حاكم
ممكن أن يعارضك شخص، ولكن لو أنت يعني نبي ما حدا يقدر يعارضك. لذلك كتب هذا الكلام في القرآن وقال لهم هذا الكلام، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال فألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. عرفت كيف؟ إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا أنت هنا في هذه الآيات تبين أن النبي محمد جعل لنفسه الطاعة المطلقة، لأنه ما فيش الله في الليلة. الله الآن أنا كيف أروح لعند الله عشان أعرف شو؟ ولا لابد أن أتي للنبي محمد، وكلام النبي محمد مثل ما هو قال، قال الذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي والناس أجمعين. فبالتالي هو جعل لنفسه أعلى درجة من درجة الحكم، وجعل لنفسه مال أعظم من مال السادة. جعل لنفسه خمس الغنائم. خمس الغنائم أي بمعنى أنك أنت لو ذهبت وجبت 1000 دينار فعشرين 200 دينار راح يكون من نصيب النبي محمد، وبقية 800 يوزع على الجيش. وجعل لنفسه حق أنه يتزوج والناس تأتي وتهب نفسها له بدون حساب. لذلك النبي محمد جعل لنفسه كل الامتيازات، مما يؤكد أنه كان مجرد إنسان كذاب. صح. وهو نفسه كان يقول لو كان لدي مثل جبل أحد ذهب لتصدقت به بالأحاديث، وكان يأمر بالصدقة وكان من الجو ما كان يتصدق لوجه الله، كان يشتري الولاءات مثل ما فعل مع صفوان بن أمية. يشتري الولاء، كان يشتري الولاء. أصحابه بعضهم صعاليك يغمى عليهم من الجوع في المسجد، ما كان يعطيهم مال، ولكن يروح يأكل لواحد مثل صفوان بن أمية. ليش؟ لأنه كان يشتري الولاء، رجل سياسي. وكيف محمد كان من أعظم لما أصبح نبي وأصبح وكرموه وكل شيء، كان يرقد على جلد على الحجر. لو كان فعلا يريد ملك لبنى قصر. هذا لما ضربوا عليه الحصار في الأحزاب، عرفت كيف؟ أما غير ذلك كانت عنده أرضه في فدك تجيه الأموال ويأتيه أموال القتال، عرفت كيف؟ وهو الذي قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. إيه، ما كان يتصدق بها، كان بيصرف على نفسه، ولكن يشتري ولاءات الناس. إيه، يعني هو ما كان سلطان. وكيف هو والله صدقني يا سيد، نبي بمعنى أنه جعل لنفسه أعلى من درجة الحاكم. يعني أبو سفيان ولا أبو جاهل ولا هذول ما كانوا يحكمون حكم مطلق في قريش، بينما النبي محمد كان يحكم حكم مطلق، ما حدا يقدر يقول له حاجة. في واحد من أتباعه مجرد واحد سبه راح قتله، عرفت كيف؟ لا، يعني لما قال، لما كعب بن الأشرف كان يهجو النبي محمد راح قتله على طول، قال من هي بكعب بن الأشرف؟ احنا عندنا احاديث، انا نعرف الاحاديث، لما ارادوا ان يضربوا من اسقط عائشه الرسول منعهم من ضربه. عندنا احاديث التسامح، الله لا اعلم من اين يجيبوا الاحاديث هذه، لانه كل احاديث نعرفها عن النبي انه كان مسامح، كان كريم، كان عفو. نعطيك مثال حديث الزنا. لو كان مسامح لما شخص يسب ما يأمر بقتله. أسألك سؤال، لما جاء لي شخص وقال له فلان زنا، ماذا قال له؟ قال له لو نزعت الوشاح اللي على ظهرك وسترته ألم تستره؟ كان في نفس الوقت كان قاضي يقول له هات نأخذ عليه، لأنه هذه مسألة ما كانت تتعلق به شخصيا. ايه، هو كان ينشر التسامح، ولكن هو ينشر عدم الغضب. هو كان يغتصب ويزني عادي. كيف كان يغتصب؟ يعني لما كان يكم كان عمرها يقتل رجال وياخذ زوجته، عرفت كيف؟ وينام معاها. شو بتسمي هذا؟ كم كان عمر زوجته الثانيه تزوجها بعد خديجه؟ لا يهم، كان يحب كل انواع النساء من كل الاعمار. لا هو كان ليدر. تعرف وش معناتها الليدر؟ هي الليدر حاليا بيعملوا فيها في الدول المتقدمة. ليش أراد أن يترك سودة بن زمعة؟ تزوجها في عمرها 70 أو 80. ليش أراد أن يطلقها؟ لحكمة. لا، لأنها كبرت في السن.
لذلك قال أبقي علي عشان ما تنام في الشارع وأنا أتبرع بليلتي لعائشة. إيه لأنه هو كان يعرف إنه هي، لأن هي كانت تعرف إنه كان يحب عائشة. إيه هو هذا يدل على شيء، يدل على أن النبي كان واحد نسوانجي. لا هو تزوج أصلا سودة لسترها ليس ليحب فيها، ليس لسترها، لو كان لسترها ما أراد طلاقها، ليش أراد يطلقها؟ هي هو سترها خلاص، ليش سترها. أراد يطلقها؟ والله لم أسمع بحديث طلاقها أنا، كيف ما سمعت، ما سمعت ذلك، كيف ما سمعت يعني؟ والله لم أسمع. لا تحضر فقط أول حلقتين من المسلسل وبعدين تترك المسلسل. حتى هو لما تزوج هو كان بنعت الصحابة انظروا ماذا نفعل. ونزيدك حاجة يا شيخ، هو كان يتزوج ويطلق، يعني شرعا تزوج حلال والطلاق حلال، هو كان ما يأخذ فتاة ويبنيها بدون شرع. ليش أراد أن يطلقها؟ حتى الطلاق حلال مهما كان السبب، ليش أراد يطلقها؟ ليش الإمرأة شأنه لأنه إنسان تبقى معه سنوات ثم يروح يطلقها، ثم يبقيها لما يعلم أنها تتبرع بليلته لعائشة، أي أنه يكون عنده ليلتين مع عائشة؟ والله ما فعل شيء حرام، هذا دليل على هذا، دليل على أنه كان واحد نسوانجي. ولو كان نسوانجي مش كلامي، مش كلامي. لما 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 نزلت الآية في واهبات النفس وكذا، جعل لنفسي أي امرأة تجي تقول له تعال يا نبي الله أنا أهب لك نفسك، كان يروح ينام معها ولا فارق مع الدنيا. ولذلك عائشة قفشته في هذه الليلة. شو كانت تقول عائشة؟ عائشة شو كانت تقول؟ كانت تقول ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني كانت تعرف أنه نصاب، يعني كان نصاب وتزوج، تزوج ابنة أعز صديق عنده، أعز صديق عنده كان فارح جدا به. لو كان نصاب كان يتزوج كان بيأخذ يقتصر فتيات. أكو واحد محترم على وجه محترم الأرض، لحظة، أكو واحد محترم يحط عينه على بنات صديقه؟ لا هو لو لا. كان لأنه يعرف محترم. لا لا العكس، هو كان يعرف أبي بكر، يعرف أخلاق أبي بكر، يعرف أخلاق ابنته. هو تزوج عائشة لمشروع. لحظة أنا الآن راح أروح لعند صديقي، أنا لو إنسان محترم هل ممكن أحط عيني على بنته؟ لإذا كان إنسان هذا عنده أخلاق، عنده صديق يروح يحط عينه على بنته؟ وأين هو المشكلة إذا كنت نويها للحالة؟ المشكلة أنه ما عنده أخلاق، أنه هذا الصديق بمثابة أخوك وهذه بنته بمثابة بنت أخوك. لا إذا كان في وقتهم الزواج عادي، وأنت زواجك هو مشروع، هو تزوج عائشة من أجل مشروع عادي. أنا أكلمك عن الأخلاق. أنا الآن الأخلاق. عندي صديق، عرفت كيف؟ ألف باء الصداقة، بس لحظة يا ياسر، ألف باء الصداقة، أنا لما أروح أني أشوف أهل بيته مثل أهل بيتي، أخواته مثل أخواتي، بناته مثل بناتي، عرفت كيف؟ زوجته مثل أختي، هذا ألف باء الصداقة. هل يعقل واحد عنده أخلاق يروح يدخل لعند صديقه ثم يحط عينه على بنته؟ فعل هذا الشيء مع 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 أصدقائه من مع أقرب المقربين، ما كان عنده أخلاق يا عم. لا، الإنسان اللي ما عنده أخلاق هو الإنسان اللي يتزوج أخته وأمه، ولكن الإنسان اللي عنده أخلاق هو بيتزوج، يعني اللي لحظة اللي يتزوج أخته ما يكون عنده أخلاق؟ لا ما عنده أخلاق. واللي يوافق على هذا؟ اللي يوافق على زواج أخته، اللي يوافق عليه ما عنده أخلاق، ولكن أنك تتزوج واللي يأمر بذلك ما عنده أخلاق زواج الأخت. يعني رب العالمين مع آدم مع حواء كله ما عندهم أخلاق؟ لا، آدم وحواء كانوا حالة خاصة، ما كان معهم مخلوقين، ما خلطوش الأمور. احنا نتكلموا على رسالة النبوة. ولا واحد منهم عنده أخلاق، حتى كتاب أولادهم لبناتهم. لا، كله عصر ووقته، يعني حاليا في 2024 الله طلع ما عنده أخلاق، آدم طلع ما عنده أخلاق، حواء طلع ما عندها أخلاق. علاش؟ على حواء كانت أخت آدم؟ لا، حواء وآدم زوجوا أولادهم لبعض ما عندهم أخلاق من أجل التكاثر، ولكن في وقت ما كان ممكن يعمل لهم ناس ثانيين. يعني شو وقتهم خلصت؟ أنا الآن ألزمتك بما ألزمت به نفسك، أنت تقول اللي باللي يرضى بزواج الأخ من الأخت ما يكون عنده أخلاق، وهذا الذي فعله
نبي الله آدم وأقره الله وأقره عليه زوجته. يعني إحنا نطلع زوجته من السالفة لأنه يمكن هي يا عيني كانت مغلوبة على أمرها، طلعت من ضلع أعوج وظلت عوجة يا عيني. لا 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 لا، ولكن الفكرة 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 ما يدل الفكرة أعوج. أن آدم طلع حسب كلامك ما عندوش أخلاق. لا 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 لا، شوف يا شيخ، يعني كنوا ناس ذو مصداقية، كل وقت هو وقته، كل وقت هو معاييره، ما نقدروش نهزوا معايير وقت معين نطبقوهم على. نعطيك مثال، حاليا في أوروبا وأنا عايش في أوروبا ظهرت طائفة جديدة تحرم أكل اللحوم، لربما في 2040 هذا الفيجيتاريين والفيجن بيجرموا أكل كفار اللحوم. كفار كلهم كفار. لا لا لا، أنا نعطيك أي واحد يحرم أكل اللحوم كافر. لا 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 لا، خلينا من تحريمها. أي واحد يعني يحرم أنا نعطيك أكل اللحم كافر، مسلم كان أو غير مسلم. سامحني راح نجاوبك فقط، يعني في معايير الحياة. أنا هنا بناقش الشريعة. لا لا، إيه بناقش لك، بناقش لك الحياة. يعني أنا معايير الحياة مش مهتم بهذا الكلام، مش مهتم بالاستماع. معايير إيه. أنا مهتم بالشريعة. خذها معجزة من معجزات الله. خذها شأن شأن الله. الإسلامية بتبين نبيك ما كان عنده أخلاق، والنبي الأول أبو البشرية كمان ما عنده أخلاق. لا والله أنا بشوف فيها العكس يا أخي، للضرورة أشياء، للضرورة أشياء. الهدف من عدم تزوج الأجناس لأنه الأمر تروح تنكح طفلة عمرها 9 سنين، لأنه الوقت في الزواج في الصحراء. شو الضرورة؟ الضرورة هو إقامة عائلة، لأنه في وقتهم في ما كان في نسوان مناسبات للنبي محمد غير عائشة؟ ما كان شيء يحرم الفعل اللي قام به. أعطيني شيء في وقته. لحظة جاوبني، ما كان فيه، ما كان فيه أن لما تأتي وتقولي الضرورة تحكم، شو الضرورة أنك تروح تنكح طفل عمرها 9 سنين؟ أنت سؤلت سؤال رائع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان باستطاعته يتزوج أي امرأة، وكان باستطاعته. جاوبني شو الضرورة في ذلك؟ الضرورة هو عنده حكمة، يشوف أنه طفلة صغيرة لربما تتعلم أكثر. الحكمة في أنك تروح تنكح طفلة؟ لأنه ما كان في شيء محرم، لأنه في وقت ما كان يشوفها. اسمعني شو الضرورة يا محمد؟ السؤال يا ياسين، شو الضرورة أنك تروح تنكح طفلة؟ لأنه ما في شيء حرام في وقتهم، في وقتهم ما شيء يحرم ويقبح الفعل. شو الضرورة؟ الضرورة افهم، شو الضرورة أن أنت تروح تنكح طفلة؟ لا، ربما أبو بكر الصديق فضله هو على أي رجل، لأنه كان يشوفه النبي أحب أن يعطيه ابنته. هل أنت ترضى أنك تزوج بنتك بعمر 9 سنين؟ حاليا لا، ولكن في القادم لو كنت في وقت عالي. تنكح طفلة عمرها 9 سنين باسم الزواج؟ أقول لك لا، ربما في 2050 يصبح زواج 25 سنة لا ربما يقبحه، ويصبح يضحكوا علينا أنه نتزوج في 18 سنة. لا نعلم، معي الحياة تتبدل. شوية منافقين كلكم. لا والله ما في نفاق. نعطيك حاجة، هذا ليس نبينا، حتى المسيح وكلهم كانوا يتزوجوا 18 سنة. تعرف ليش؟ لأنك هو يعتبر نصف نبي، مثل النصف البطيخة. شوية أنت لا تدافع عنه ولكن ما تقتدي بفعله. ولكن والله العظيم، والله يا محمد صالح، أنا أقول لك كلام من القلب إلى القلب. أنا عايش في الدنمارك حاليا. أنا عايش في الدنمارك، تركت بلد الإسلام، تركت البلد الذي فيه من أجل الأموال، من أجل الأموال. الكفار اللي أهانوا نبيك. ما أهانوا الدنمارك، ما رسموا نبيك، ولعنوا أبو سلسفين أهله وحطوا قنبلة على رأسه. حتى بعدهم طائفة صغيرة، ولكن أغلبيتهم يحترمون الأديان. أليست الحكومة الدنماركية تدافع عن هذا الشخص وتحميه وأعطته التصريح؟ أعطته التصريح لأنهم يحترمون القانون فقط، ولكن حاليا الحكومة حرمته البلد الذي أنت تتشدق أنك مسلم والنبي محمد وكل هذا الكلام. أنت خاطئ يا أبو محمد صالح، حالياً الدنمارك أقامت قانون تجرم فيه حرق أي كتاب للأديان. النبي لذلك محمد طردوه. لعن أبو سلسفين أهل رسم طردوه. تعرفوا راسموس الذي رسم النبي وكان يحرق القرآن؟ كان يحرق القرآن. ليش راسموس؟ هو اللي حرق القرآن. تدعي حب النبي محمد ولك كل هذه السنوات في الدنمارك، عرفت كيف؟ وكان يدعس على رأس نبيك محمد وما تركت منه. من كان يترك على يدعس على الرسام الدنماركي؟ ولكن هو حلس، هو في الجزائر. انا جزائري، في الجزائر من يسب الرب،
فيه من يسب الرب في الجزائر. الجزائر تسبون يعني الإله؟ أنا ما عندي علاقة. لحظة فيه من يسب الإله، فيه من ياسين يكفر. معلش، في الجزائر تسبون الله؟ ليس كلنا، فيه بعض البشر. أنا لست أنا من مش علن على ولا ولا في إنسان. غرف النوم فقط؟ لا، ليس في غرف النوم. إنسان سكارجي لا يصلي، لا يفعل شيء. يسبون النبي محمد تزعجه. ولا يسبون الله فقط؟ يسب الله، ولكن كما قولوا احنا بالكلام جاوبني بس. يسبون يعني الله، لحظة، يسبون الله ولا يسبون النبي محمد؟ لا لا لا، احنا عندنا شائعة انه الانسان السكارجي يسب فقط الله، ولا يسب الله كرها في الله، يسب الله فقط لانه منزعج، تزعجوه بيكفر. يعني يا اخي انا من اجل الانسان هذا نغادر الجزائر؟ لا، غير معقول. انا احترم القوانين، نسافر بلد قانوني. لما نشوف البلد احترم عنده اموال الكفري. احترم. لا هم، انا احترم، هما احترموا ديني، انا احترم ديانتهم. والله ما حد احترم دينك. احترم الشعب. والله بيحترموا ديني. انا ما عندنا في حد مساجد. يحترم دينك؟ لا، عندنا مساجد. انت الان لو رحت بنصلي. تزوجت شخص بعمر 9 سنين على طول راح يحطوك في السجن. في الدنمارك لو رحت تزوجت 2 و3 يحطوك في السجن. في الدنمارك اذا ضربت طفلك او ضربت زوجتك مثل ما يامرك القران راح يحطوك في السجن. ولكن في الدنمارك اذا نمت مع زوجتك غصبا عنها راح يحطوك في السجن. صح، ما في حدا يحترم دينك. ولكن في الدنمارك فتاة صغيرة 12 سنة تمارس الجنس مع 4-5 ذكور عادي، هذا قانون. هل أنت شفت ليس فتاة صغيرة تمارس جنس مع 3-4 ذكور؟ شفت أخرج بالجمعة في الليل. لحظة، هل أنت شفت أن فتاة صغيرة في عمر 12 سنة تمارس الجنس؟ أنا كان عندي إنسان يصلح لي الدراجة تاعي، ذهبت عنده، جاءت بنته صغيرة جدا مع البوي فريند تاعها. أنت شفتها لما نامت معاه؟ لا، هو قال لي بناموا مع بعض. شفت بنت بحياتك نامت مع طفل، مع ولد، وهي عمرها 12 سنة في الدنمارك؟ شو بتعمل مع البوي فريند تاعها؟ بيعمل لها؟ جاوبني، هل شفت البنت بحياتك؟ اسمعني، أنا شفت البوي فريند والجيل فريند، يعني صديقته بينا معه. عادي، جاوبني. ما دخلت عليه. شفت بحياتك طفلة عمرها 12 سنة نامت مع ولد؟ مع ولد؟ يا أخي أنا ما جيت هنا حتى أتبع البنات نشوفهم مع من يناموا، ولكن ينامون مع بعض. أنا قلت لك عايشين مع بعض، يعيشوا مع بعض. يا أخي ما يقدر يعيش مع بعض، ما يقدر. والله يعيشوا مع بعض. الطفل في عمره. كلام كذب. أنا أقول لك ليش؟ لأن أنتوا شوية عندكم كذب 5 فلس. يعني مثلا ما أكذب عليك. لحظة بتكلم يا ياسين، أقول لك ليش الكلام كذب. الآن أنت الآن مثلاً طفلين، هذا الطفل يا أما يكون عنده أب وأم ويكون عنده بيت ويكون عايش تحت حكم الأب والأم، وأما ما يكون عنده أب وأم راح يحطوه عند عائلة أو يحطوه في مركز يكون معاه. ما في حدا طفل عمره 12 سنة يروح يعيشوا مع بعض. هذا فقط في دولكم المتخلفة. لا، أنا شو قلت لك؟ قلت لك الأب يصلح لي دراجة، ابنه جاب صديقته معه، الابن عايش مع أبوه، والصديقة جاءت تبات عنده لمدة أسبوع أو أسبوعين. شو كان يعمل؟ أبوه؟ صح، أبوه شو هو، مسلم ولا كافر؟ لا، أبوه دنماركي. هو أبوه دنماركي، هم دنماركيين، كلهم دنماركيين. والبنية كلهم دنماركيين. دنماركيين. هل أنت شفتهم يناموا مع بعض؟ هي قال لي his girlfriend is with him for one week. يعني قال لي يعني الصديقة. كيف الصديقة انت فسرت كل كلمة شيء. الصديقة كيف فسرت الصديقة؟ كيف فسرت كلمة الصديقة بأنه نام معها؟ لأنه لا يوجد قانون يجرم أن القاصرات تنام مع قاصر. جاوبني، كيف أنت فسرت أن صديقتها نام معها؟ لأنه لا يوجد قانون. لا يوجد قانون يجرم نوم القاصرة مع القاصر. الآن أنت في دينك لا يوجد ما يمنعك من أنك تنام مع طفلة عمرها 9 سنين. لا، خلينا من ديني ساعة، نحن نتكلم عن الدنمارك. تنام مع طفلة عمرها 9 سنين؟ كيف؟ أنا إحنا نتزوج لضرورة، نعمل أشياء لضرورة حاليا في 2024. لا، لضرورة. أنتم تتزوجون مثل ما أمركم نبيكم فقط لتتكاثر. لا، ما أمرنا النبي أن نتزوج الصغيرات. لا، بل أمركم بذلك. قال من أسألك ترضون دينه فزوجوه. أنا أسألك سؤال، هل يوجد
ماذا يقصد النبي لا ضرر ولا ضرار في الزواج؟ لا يقصد أي شيء، ليس له علاقة، هذا الحديث ليس له علاقة بالزواج. لا يوجد أحد من كل السلف شيء. ومن الصحابة ذكر هذا الحديث في الزواج. هذا 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 ليس هذا له علاقة بالزواج، والدليل على ذلك على والدليل على ذلك على لحظة ياسين، والدليل على ذلك أن الآية لما نزلت في ولاء لم يحضنا، عرفت كيف؟ لما نزلت هذه الآية أريد بها البنات اللاتي يتزوجن ويدخلن ويدخل بهن قبل البلوغ. قبل إيه، حتى ولو كان قبل البلوغ إذا كان فيه لا ضرر ولا ضرار، لأنه هذه الآية جاءت. لحظة جاوبني. تفضل. بنت ليست بالغة. تفضل. ما عليها ضرر إنه حدا ينام معها. البنت لو كان أجزاؤها التناسلية مكتملة وما فيه ضرر ونضجت هل يوجد بنت جسدها على وجه الأرض ليست بالغة ما يكون عليها ضرر تنام معها؟ يا أخي البنات في الصحراء في القديم كانوا ينضجوا. هل كان في بنات بنت على وجه الأرض ما تكون بالغة وتنام معها وما يقع عليها ضرر؟ إذا كانت ناضجة إيه، ليش لا؟ إذا كنت ناضجة في وقت في زمان معين، أنا أقول لك زماننا صح، أنت لو استعملت معايير زماننا على الزمن القديم أنت تغير كلش، أنت تجي بمعايير زمان. معايير زمان شو اللي اختلف فيه عن الآن؟ في القديم ما كان عندهم حتى عمر، ما كانوا يحسبوا العمر، أحيانا ما يعرفوا عمر الفتاة. شو اللي اختلف عن البنت الغير بالغة زمان وعن أقول زمان؟ الصحراء. أقول لك مثلا في الصحراء الآن الصحراء في ناس عايشة في الصحراء، يعني أنت عادي عندك تروح تنام مع وحدة في الصحراء من بنات الصحراء ولسه ما بلغت؟ الصحراء هما ما يناموا، هما بيتزوجوا وتزوج بيتزوجوا. هل عادي عندك تروح تنام مع وحدة في الصحراء وهي لسه ما بلغت؟ إذا كانت للضرورة، إذا كانت الفتاة زوجها أبوها للضرورة والإنسان راح يتزوجها ليقوم عائلة أبدية معها. يا ياسين أفتح لك الكاميرا. فتح الكاميرا. كيف أفتح الكاميرا؟ افتح الكاميرا، اضغط على الكاميرا وافتح. دقيقة. افتح لك الكاميرا، ما افتتحت. لا شوف لك ما عندك متابعين. ما عندي متابعين، إيه ما أردت الفتح. يعني أنت أخي خليني أقول لك، خليني أقول لك محمد صلى الله عليه وسلم. بتكلم. الآن أنت ترى عادي إنه الواحد إذا عايش في الصحراء إنه يروح ينام مع وحدة قبل البلوغ؟ لا يا أخي، أقول لك كلام، انسى كلمة ينام، لا تقول ينام، قل يتزوج. لا ينام، الزواج فرق. أنا ينكح. الزواج ليس جنس وفقط، الزواج إقامة عائلة وابناء ومصالح والدليل لحظة اهدى شوية، والدليل أن نبيك سمى عقد النكاح وقرآنك سمى نكاح والموضوع كلها في بعض كله نكاح، الزواج عندكم فقط الجنس. والله الزواج، والله العظيم الزواج عندكم انتم فقط. انا الزواج نقول لك شو عندي الاسلام، انتم الاسلام عندكم فقط عائشه وزوج صغير، انا عندي الاسلام الصدق، عندي الاسلام الاحترام، عندي الاسلام طاعه الوالدين، عندي الاسلام العمل للجد في العمل، عندي الزواج الاخلاص، عندي الف اشياء. لما بتكلم لا تفضل تتكلم في نفس اللحظه لانه هذه طريقه. الان انت ترى ان الاسلام احترام؟ ايه اراه احترام. لحظة، هل ترى لو واحد بيسب شخص ثاني هذا بيكون محترم؟ بيسبه بغير سبب؟ لا بسبب. والله لا اعلم، على حسب الموقف. يعني واحد كافر هل يجوز لك انك تسبه؟ واذا ما اذاني ما اسبه. واذا اذا اذا هو مجرد كافر؟ مجرد كافر ما أذني على العين والرأس، عامله كأخ. وإذا سبيته شو بتكون؟ إذا سبيته أنا، إذا سبيته من أجل كفره فقط،
لا إذا ما ضرني لا أسبه، فيه قانون، أنا الذي عايش في يسب دولة بآياتك بدينك، هذا فيه قانون الذي يكذب في آيات. إذا الذي كنت أسمع دولة، كلامي يا ياسين، أنا ما أسبه، أنا شخصيا ما الذي أسبه. يكذب بدينك، إيه هو ينشر الفساد في ديني لا ولا فقط يكذب بيكذب؟ دينك، يقول دينك كذب، من حقه. أو إذا سبيته شو بتكون؟ إذا وش إذا قلت؟ سبيته، إذا سبيته فقط لأنه كافر، لأنه يكذب بدينك. لا، كان شيء إذا كان ينشر الكذوبات على ديني هذا شيء آخر، ولكن مش إذا كان فقط الكذوبات، مش ينكر. حاجة اسمها كده، أفهم إذا الكلام. إيه يعني شخص إذا كان يكذب يقول، ياسين، شخص يكذب بدينك. تفضل. إذا كان فقط يكذب، أنا أقول لك هذا الذي يكذب دين. أنا كإنسان ما عندي إذا حق أقول سبيته أي أنت شو كلام. بتكون أنت؟ إذا سبيته أنا أكون ظلمته، بتكون إنسان غير محترم، صح؟ أكون ظلمته إذا سبيته هو ما عمل شيء. تكون إنسان غير محترم، صح؟ إيه صح؟ صح. صح. حتى لو كان يكذب فقط هذا أمر الشخصي، هذا بينه وبين الله، إذا الله هو من سبه هذا بينه وبين المولى. أنا كإنسان أعامله بالتي هي أحسن، ديني علمني أن يعني أعامل الله الناس بالتي هي طبعا غير أحسن. محترم، صح؟ لا، هذا سبه والله احنا الأمر بينه وبين اللي خلقه، هذا أمر لا يخصه. المرة الأولى طلع غير عديم الأخلاق والمرة الثانية طلع ليش؟ غير محترم. ليش الله عادم الأخلاق؟ لا، ما بينا أن الله عادم الأخلاق، هذا امره لانه هو خالقهم. لانه لا هو مش خالقهم، هو بيسب الناس. لا، انت ما احنا اتفقنا على ان اللي بيسب الناس عشان انهم كفار بيكون لا. غير محترم. لا فرق بين الذات الالهيه وبين انا شيء مادي، انت تراني وانا اراك، انا اؤثر عليك وانت تؤثر علي. انت اذا ما تؤمن بالله خلاص. لحظه يا ياسين، لو واحد اغضبك، لو واحد هل يستحق اغضبني انك انا تسبه؟ انا انسان اغضبني، لو إنسان أغضبني على حسب الوضعية، على حسب يعني لو السيتويشن. سبيته شو بتكون؟ قلت لك لو ابني أغضبني ما أسبه، ولكن لو إنسان خارجي جاري وأغضبني لشيء معين كبير. أنت مو قبل شوي كنت تتكلم على أنكم علمكم الاحترام، كلمني إيه عن الاحترام في دينك. إذا واحد أنا أكلمك أغضبك أعرف سبب الغضب، ليش أغضبني؟ هو يعني قلل من قيمتي. اختلفتم في مسألة. لا اختلفنا، ما سبوه، فقط اختلفنا. ولكن اختلف. إذا سبيته شو بتكون؟ لا لا لا، إذا سبيته أنا أكون غير محترم. يعني نبيك طلع غير محترم. ليش؟ أعطيني ليش النبي طلع غير محترم؟ لأنه كان بيسب الناس. لا، إحنا ما كنا نعرف أنه كان بيسب. عائشة بتقول أن النبي دخلت على النبي محمد وشاف عنده رجلان فكلماه بكلام لا تدري ما هو، فأغضبا فلعنهما وسبهما. إيه والله، ربما كلام كان، ربما تمادى في حقوق الله. لا، ربما هذا ليس دليل. لا نعرف. لا نعرف. إذا النبي طلع إنسان عديم الأخلاق وغير لا محترم. لا أنت حكمت على النبي من حديث واحد حتى ما بين كتب الحديث. دليل انه هو كان يشتم الناس، واذا حدا شتمه يروح يقتله. لا يسب هو كان الناس يقول، ولما حدا يسبه يروح يقتله. وكيف يجيه انسان يقول له يا نبي الله امرني بشيء يدخلني الجنه، يقول له لا تغضب؟ يعني ما يقدرش يكون انسان متكذب. لو كان نبي كان يطبق هذا الكلام على نفسه، ولكن لانه كذاب دليل على ذلك. لحظه، دليل على انه كان يكذب قدام الناس، يقول لهم شغله وياتي بعكسه. والله العظيم انا ما أرد، انا قرات على اخلاق الرسول واشياء الرسول. ما عامة قرات عامة من وين قرات؟ يعني قرات من الكتب الاصليه. لا، النبي أنا محمد الان مثل ما في صحيح مسلم طلع واحد على السب. طيب، الذي يامر الناس بالسب شو بيكون؟ هو المعروف عن النبي عليه الصلاه والسلام. الذي يأمر الناس بالسب. أقول لك هو النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يغضبه شيء إلا من سب الله. الذي يأمر الناس بالسب شو بيكون؟ على حسب الموقف.
انت يامرك بالسب على حسب الموقف دفاعا عن النفس يعني او يعني دفاعا عن النفس محترم يعني يامر بالسب لا لا اذا سبك السفيهون وكيف القران يقول واذا مره واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام كلام كذاب واحد كذاب هذا القران الذي يامر الناس بالسب شو بيكون أنا قرآن يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولكن الذي يأمر الناس بالسب شو بيكون قلت لك على حساب الموقف إذا كان إنسان يتمادى معك ويستاهل سب ليس له علاقة بك ليس له علاقة مع من شيء ما ظلمني ما فعل شيء لا أسبه إذا سبيته أنا غير محترم يعني نبيك طلع مرة ثانية غير محترم لا النبي قال الجبل من شاء من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهن ولا تكنوا أي يعني قولوا له عض على زب أبوك والله الأحاديث هذه فيها تفاسير كثيرة لا ليس فيها تفاسير واضحة جدا لحظة ياسر نبي يكون يقول الذي يفتخر بآبائه وأجداده وقبيلته وكذا قولوا له روح عض على زب أبوك إيه لا ربما كلمة زب أبوك في الوقت هذاك عندها معنى وشو نعرف شو نعرف زب أبوك وشو دراك أنا زب أبوك شكرا كثير لك يا إيه والله شكرا يا أخ ياسين شكرا يا محمد أهلا وأهلا وسهلا حبيبي أهم شيء إنه الزب أبوك ديروا بالكم على هذه الحالة الزب أبوك في زمن النبي محمد إنه تفسير آخر غير الزب أبوك الآل يعني زب أياما كان يروح لمنطقة والآن يروح لمنطقة ثانية خرب بيتكم جيد هو أكيد راح يكون خزان في الدنمارك شو يعمل يعني عايش كل هذه السنوات بهذا الذل شيء يسوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين هناك لك زب أبوك في ذلك الوقت غير زب أبوك الآن